أمانتك يا طايرة السعيدة، ألا يا طايرة السعيدة، لملم شتات الأفئدة البعيدة. زور الحبايب في جزر ووادي، ألا لا لا في جزر ووادي، وانثر عبيرك في ربى بلادي. أهلا بكم في طاير السعيدة، في الفايدة والمتعة الفريدة، خفة ومعلومة مع جواز، هدرة معانا كل يوم جديدة. طاير السعيدة، طاير السعيدة. أهلا بكم بالسالب البوادي، والبحر والشطان في بلادي، وفي الجبل كنا مع المشاهد، والريف والأسواق والنوادي. أهلا بكم في طاير السعيدة، هلا بكم في طاير السعيدة. من جمال مدينة شبام التاريخية، المدينة التي عانقت الماضي والحاضر بآثارها ومبانيها الجميلة، نبتدئ حلقة اليوم معكم من طائر السعيدة، حلقة نحاول أن نتجول في تنوعاتها المختلفة كتنوع الألوان واندماجها في روعة المباني القديمة في هذه المدينة الرائعة، حلقة سنتجدد معها دائما وأبدا بفقراتها الميدانية المختلفة التي تشاركنا معنا فيها في الميدان وفي المنازل أيضا. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بالجميع. عندما تناديك الطبيعة تجدها باسطة اخضرارها إليك، منادية إياك بأن تقبل إلى زيارتها. لذلك كانت رحلة اليوم في هذه الحلقة من طائر السعيدة هنا في وادي بولابل، عزلة بني حماد التابعة لمديرية المواسط محافظة تعز، المكان الأكثر من رائع الذي تميز بالعديد من الأشجار والفواكه المختلفة. ولكن قبل أن نبدأ رحالة اليوم، دعونا نبقى مع سؤال هذه الفقرة، وسؤالنا يقول: أين يقع وادي بولابل؟ نشاهد مع بعضنا من هو الفائز في الميدان، ثم نعاود إكمال الرحلة. عرفيني باسمك؟ مروة محمد أحمد. من وين يا مروة؟ من عدن. تعالي لا تهربش يا بنت عدن. أين يقع وادي بولابل؟ بولابل. 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 أنت ما شاء الله. حاولي. يقع وادي بولابل أين؟ من اللي قلب العراق؟ برافو عليك، الإجابة غلط. شكرا لك. أين يقع وادي بولابل؟ ها؟ وادي بولابل. وادي بولابل. وادي بولابل. هو منطقة في الحجرية أعتقد. وادي بولابل. وادي بولابل. هو في جبل حبشي. كيف حالك؟ الحمد لله. علي جابر. علي جابر. من وين يا أخ علي؟ أنا من لحج. يقول أين يقع وادي بولابل؟ وادي ايش؟ بولابل. 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 والله الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. تعرفين باسمك؟ نبا محمد علي. نبا، أهلين. وأنت اسمك؟ حليمة عبد الله رضوان. حليمة، طيب أنا عندي سؤال ب20,000 ريال. طيب. أولاً شيء، من فين أنتم؟ من تعز؟ من فين بالضبط؟ من شارع عبد السلام. وأنتِ؟ شارع عبد السلام. طيب، أين يقع وادي البلابل؟ وادي البلابل. أين يقع وادي البلابل؟ الضباب. لا، مش في الضباب. عرفني باسمك؟ اسمي أحمد علي سالح. من وين؟ من عدن. يا حياب عدن وأهل عدن. المعلّة بالذات. حيابك حياب المعلّة. أسألك سؤال عليه 20,000 ريال.
اهلا وسهلا. اين يقع وادي بلابل؟ وادي بلابل والله ما اعرف. طيب السلام يا مرحبا. كيف حالك يا امي؟ الحمد لله. اسمك؟ حمامي. حمامه؟ امي حمامه ايش تعملي هنا؟ طلب الله لك ما تعيش معي جوهاي. تبيعي ليمون؟ كم معك اولاد؟ معي خمسه. معك خمسه؟ الله يحفظ لكم. وين زوجي؟ زوجي شيبه. شيبه؟ وانت اللي تشتغلي تشقي عليهم؟ كم يطلع لك باليوم؟ حصلت 500 ألف ريال أبوك غديون وخلاص. اليوم 500 ألف ريال بس؟ مو تفعلي بنا 500 ألف؟ غدي الحين. أنت من هنا من أبناء لحظة؟ لا أنا من أبناء الشمال. وين؟ ريمة. من ريمة؟ مش عايشة بلحظة؟ أتت سنة قحطان محمد الشعبي. أيوة، من أيام عهد قحطان الشعبي. ما شاء الله كم عمرك؟ الله يعلم. ما شاء الله من أيام عهد قحطان الشعب. طيب يا أمي حمامة، أنا إيش أسألك سؤال على 20 ألف ريال، لو عرفت تجاوب. إنسانة لا قاري ولا كاتب. شا ساعدي أمي. شا ساعدي. أيوة. في وادي اسمه وادي بلابل. وادي بلابل أين يقع وادي بلابل؟ أين مكانه؟ والله ما أني فاهمة. طيب أنا شغششك، هو يقع في تعز. أين في تعز؟ طيب أنا شغششك، هل يقع في بني حماد؟ ولا يقع في المعافر؟ ولا يقع في جبل صغير؟ بني حماد. اين يقع بني حماد؟ وايش اسمه وادي من؟ وادي بلابل. بلابل. وادي بلابل في بني حماد. أي. حلو. اذا وادي بلابل في بني حماد محافظة تعز كان هو اجابة الرحال في حلقة اليوم. حاولنا ان احنا نساعد الوالدة حمامة. قلت لي اسمك حمامة من؟ حمامة حيدر حسن صالح. إذا ألف مبروك يا أمي حمامة، حصلتي على 20 ألف ريال جائزة الرحال هنا في محافظة لحج. ألف ألف مبروك. تحية قوية. من هنا كان طريقنا صوب وادي بلابل عزلة بني حماد مديرية المواسط، باحثين عن مساحة خضراء تغطي الطبيعة وواحة جميلة لهدوء النفس كقبلة يهفو إليها الزائرين كلما اشتاقوا لاحتضان الجمال. جمال الوادي هو الأعجوبة الثامنة، وأما السبع السابقات فكلهن اليمن التي حباها الله بهكذا أودية تسحر الناظرين وتأسر الزائرين، طبيعة ترحب بمن أتاها بأشجار البن فيها ومزروعاتها المختلفة من الخضروات والفواكه لتخلق فينا حالة من السعادة لا مثيل لها.
هذا المكان الأكثر من رائع الذي جئنا إليه في بني حماد التابع لمديرية المواصل محافظة تعز. توجد فيه كما تشاهدون هذه البركة المائية، إنها ليست عميقة جدا ولكنها جميلة باحتوائها للأطفال الذين يأتون للسباحة فيها وقضاء أوقات جميلة وممتعة، كما أنها تطل أيضا على الوادي من الجهة الخلفية كما نشاهد. دعونا نكمل بقية الرحال في حلقة اليوم مع بني حماد المتزامن مع أصوات الأطفال هنا في بركة الماء. ميز الله هذا الوادي بمياهه الطبيعية التي تصب في البرك ويجري معظمها لسقاية المزروعات، ليمتزج خرير المياه مع قهقهات وصيحات الأطفال المستمتعة به. وادي بلابل في بني حماد روعة الجمال الطبيعي الممزوج بحلاوة البشر. أشجار الخرمشي هذه مع العديد من الفواكه المتنوعة كالموز والمانجو والجوافة وغيرها الكثير هي من أبرز الأشجار المتميز بزراعتها هنا في وادي البلابل، بالإضافة أيضا إلى البن الذي أصبح مصدر رزق لأبناء هذه المنطقة، يحاولون الاهتمام به دائما في أيامه ومواسمه، وخصوصا عندما تأتي الأمطار بخيراتها إلى هذه الأرض فتنعشها وتنعش أشجارها وفواكهها المختلفة، وتأتي لنا بهذه المناظر الجميلة والأكثر من رائعة. كانت رحلتنا اليوم هنا في وادي بلابل عزلة بني حماد مديرية المواصل محافظة تعز، ونتمنى من الله تعالى أن تكونوا قد قضيتم معنا فيه وقتا جميلا ورائعا. أو التخاريف التي تختلف من منطقة إلى أخرى حسب عادات وثقافة المجتمع اليمني والتي نتجول من أفيائها، فتنقل لنا إما صورة ناصعة البياض كبياض هذا الرمل هنا في محمية تضوع في أرخبيل سقطرة، أو تنقل لنا أشكالا وألوانا متعددة من الأفكار العجيبة والغريبة التي نقف أمامها مذهولين ولا نستطيع التصرف أمامها بتاتا. البعض يؤمن بها إيمانا مطلقا فيجعلها تحرك حياته بالكامل، والبعض الآخر يرفضها رفضا تاما ونهائيا فلا يعترف بها. تقاليد أم تخاريف؟ لكم الحكم في الميدان ومشاهدين في المنازل. صادق محمد خالد العتابي. طارق. صادق. صادق من وين يا صادق؟ من الضالع. حيا بالضالع، أهل الضالع، كيف حالكم؟ تمام بخير. صادق، إحنا معنا مجموعة من العادات والتقاليد الموجودة في المجتمع اليمني، بعضها حقيقية وبعضها خرافية. هل في عادات وتقاليد موجودة عندكم بس ترتبط بالخرافة في الضالع؟ نعم. إيش هي؟ في عندنا مثلا عندما توصل العروسة الباب يذبح له طاقة اللي هي، ولا العروس يدعس على رجل العروسة. العروسة تدعس على رجل العروسة. العريس العريس يدعس على رجل العروسة. يعني عندكم يدعسوهم زينا. غير حكاية الدعس. في عادة وتقاليد مثلا عندما يرتجم جاهل في الشيابة يقول لك يعني يا فلان يا ولي فلان يا. لما يرتجم جاهل. أيوة مثلا يصاب. ها يعني إذا تعور. إيش يحصل؟ يقول لك يا فلان ايش في فلان يا مدري ايش. بعض الناس الايش الاولياء طبعا هذا يعتبر من الشرك لانه انت ما في حد يضر ولا بينفع غير الله سبحانه وتعالى. هذا يعتبر من الخرافات. من الخرافات غيرها. طيب
خلاص قد جبنا حبتين. لا حبتين حبة غششتك مع قدعس. المهم هذا موجود عندنا. لا زيد اعطينا كمان. ازيد اعطيكم كمان؟ من الخرافات ايضا الخرافات ان بعض الناس يروحوا يعني لعند الاولياء ولا يذبحوا مثلا اللي هي هذه العقيقه ثلاث مرات اثناء كيف يعني؟ ما يكون ولد. ها يذبحوا ثلاث مرات؟ ايوه ولا ما يذبح للبنت والولد يذبح. تحيز عنصري. عنصري. وانت لما تخلف بتذبح لابنك وبنتك؟ لا. لا. ها؟ بذبح الابن والبنت. لا تذبح لهم. ولا الاثنين سوا معي. يعطيك العافيه، شكرا لك. عرفيني باسمي؟ ام عادل. ام عادل من وين؟ من المكلا. يا حيا بالمكلا واهل المكلا. ايوه. ليش اهل المكلا حبوبين؟ ها؟ ليش اهل المكلا حبوبين؟ هذا سؤالي. لانهم طيبين. هذا سؤالي. طيبين. طيبين. حضارهم طيبين، طيب. في عادات وتقاليد معينة، منها ما يكون حقيقي ومنها ما يكون خرافي. في بعض المحافظات المرأة لما تتزوج هي تدعس على رجل زوجها ولا الراجل يدعس على رجلها؟ يقول لك علشان يمشي كلامه عليها. طيب. طيب هنا في المكلا اعطوني من العادات الغريبة هذه. زي ماشي من العوايد شرط حكاية الدعس، أي عادة ثانية؟ زي إيش؟ في محافظة أول ما يكسروا السنة يرمي السنة للشمس ويقول لك عشان الشمس تجيب له السنة بدالها، سنة الغزال. اعطيني عادات معينة. هذا عندنا، هذه العادة عندنا. إيش يسووا؟ الطفل لما ينزل يرمونه في الشمس قال عشان يطلع واحد ثاني. طيب جيبي لي غيرها. إيش يسووا هنا؟ العادات الغريبة. عادات الغريبة في المكلا. العادات الغريبة في المكلا. أصلا إحنا من شبوة، ما إحنا من هنا. من شبوة. طيب اعطيني عادات غريبة في شبوة. ما عادش إحنا عادات عندنا في شبوة. قولوا في شبوة إذا المرأة إذا ما ولدت زمان كانوا يعلقوا لها ظفر الحمار على رقبتها إذا سقطت كثير. بقى هذا قدامنا إحنا. أيوة أنا أشتي من قدام من زمان أشتي. أنا سند الحين. يلقون الكي. الكي بالنار. الكي بالنار. تعالي هنا خلينا احنا نشوف ايش حكايه الكي بالنار. ايش يسووا؟ شو يقول عند الكاميرا بس؟ يعني يكولها بالنار. يكومين؟ يكول البنت تسقط اللي من عوايدنا. ليش يكول البنت بالنار؟ عشان ما تسقط. يقول عشان ما تصيح الطفل يكوها بالنار. كذا عاداتنا احنا الحضاره. غيره فيا ما عاد فيش خلاص ولا ما بقى. يعطيكم العافيه. هذا اللي كنا نعرفه انه عندما يروحوا يعني العروسه قالوا يذبحوا لها. يذبحوا لها. ايوه لها. يعني قدي او كبش. ايوه ما اناش عارف ايش يعني السر. ما انتش عارف ايش السر؟ ما اناش ذلك. يذبحوا عشان كان يقول انه زعما الجن ما يشلوها. ايوه تكبسوها ولا اي حاجه. طيب. ايوه غير هذه الاخطار يعني اذا كانوا من قبل يروحوا عند سيد فلان او ذا يعملوا لهم زي ما العزائم هذا يربطها بعرض مشان ما يقربوا اي حاجه. يربطوا مين؟ يربطوا العزيمه بعرض المريض. بعرض المريض ايوه عشان يقول لك ما يقربوا اي حاجه. ها. يعني. هل انت شايف انه هذه اشياء حقيقيه ام اشياء خرافيه؟ انا هذا خرافيه قديم من زمان اجدادنا. من وين مصدرها طيب؟ من الاجداد، احنا ما احناش عارفين، هذا ما شفناه وسمعنا. طيب ايش دورك كمواطن مثلا او بتقول للمواطنين الان اللي بيتابعوك، هل يبتعدوا عن الاشياء هذه ام يستمروا فيها؟ يبتعدوا لانه حاجه خرافيه ما حدا يصدقها. حاجه خرافيه؟ أيوه. انت ما ربطولكش ولا ولا ربطوا لي ولا حاجه. ولا ذبحوا لزوجتك ولا لما دخلت دعست زوجتك ولا دعست ولا حاجه روحتوها عدا من المنتزه. ولا هي دعست. من المنتزه من هنا تصدقي ان انا روحتوها من هنا. لا ذبحتوا ولا خلوتي تشبه ولا اي حاجه. الله يعطيكم العافيه ان شاء الله فرصه سعيده لك. السلام عليكم. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. عارفين باسمك؟ اسمي خديجة فيصل. أسماء من وين؟ اسمي خديجة فيصل. خديجة من وين يا خديجة؟ من المعلة. من المعلة. يا حيا بنات المعلة كلهم جميلات كذا زيك. أيوة لأنك حلوة. الله يحفظك خديجة. أسألك سؤال. سألي. في عادات وتقاليد معينة بيعيشها الناس في حياتهم، مثلا في تعز بيذبحوا خروف للمرأة أول ما تتزوج وتدوس عليه. أيوة. في عدن يذبحوا لها بسة زي ما سمعت على أساس تخاف. اعطيني من العادات التقاليد هذه اللي هي خرافية. ايوه لا مش بالسهو يقشوا له بيضة. بيضة؟ ليش؟ ليش؟ والله دي عادات يعني كل بلاد لها سالف وعادات وتقاليد. ايش فائدة البيضة هنا في عدن؟ تخاري يعني عادي يقول لك علشان العين ومن
بالحياة يعني. طيب اعطيني حاجة ثانية غيرها. في تعزم يذبحوا خروف على ما علينا من تعزم. ايش من عدن؟ بيضة غير البيضة. مش عارفة بس البيضة عارفة البيضة يعني. طيب يعطيك العافية. تعزم تدرب عادك تعزم. طيب يعطيك العافية شكرا لك. شكرا تسلمي. يا ميت أهلين وسهلين معنا دائما وأبدا في هدراع الماشي، الفقرة المميزة بتميز الشخصيات الجميلة والرائعة اللي بنلتقيها. اليوم في مدينة المكلا تحديدا على خور المكلا التقينا أحد الأشخاص الجميلين الرائعين، شخص أشاد فيه الجميع دائما بخفة روحه. احنا بنشوفه خفيف الدم ولا لا. أول شي تعرفنا على اسمك. سعيد سهل بن حازم. حياك الله يا عم سعيد، كيف حالك؟ الحمد لله. من وين يا عم سعيد؟ من المكلا. من المكلا. يعطيك العافية. أحسن حاجة في المكلا إيش؟ الأمن والاستقرار وأهلها والتعاون. متعاونين. متعاونين. أيوة. فرفوشين حلوين معك. خفيفين دم. أحسن. بنشوف الآن معك. متزوج يا عم سعيد؟ مرحبا. متزوج. متزوج وحدة. وحدة ويلا على وحدة بس. يلا بوحدة. يلا وحدة. ربنا يعطيك ويعطيها العافية. يعطيك يعطيها العافية. كم مخلف أولاد؟ مخلف عشرة. عشرة. اثنين ماتوا. الله يرحمهم ما شاء الله. ربنا يبارك لك في ذريتك. يعني تيم كامل واحد احتياط. صلى على النبي. صلى على النبي عليه. انتم صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على النبي ما شاء الله. صحيح هذا الكلام. ربنا يبارك فيهم ان شاء الله يا رب. ربنا يبارك فيهم. طيب اولاد وبنات صح؟ هاي اربع بنات. اربع. من تحب اكثر الاولاد ولا البنات؟ السؤال. والله انا يا ستة اولاد. بس الأكثر اللي تحبهم إلى قلبك الأولاد ولا البنات؟ بقول لك لحظة، ستة أولاد. أنا ير أنا كلهم. لما جات البنت سويت رحلة عيد عندي. يا عيني يا عيني يا عيني. وبعدين للأسف إن جات بنت سبعة أشهر. كل يوم نقوم نصوم نعيل لها. مسكينة. هي بالسكر هذا محبتي له. أيوة فجر. أيوة. أيوة. والله بغت معي دعاني. لا يا ربي. سبعة. والحمد لله ربنا حفظها. أوه عروسها بعيالك. والله. ربي يبارك لك فيها. الله إن شاء الله. يعني نقدر نقول إنه عمي سعيد يحب البنات أكثر من الأولاد. لا كلهم عيني. لا بس الأكثر الأكثر. بس بطول نقول لك إيه بطول البنات يعني. الأكثر الأقرب إلى قلبك. البكر بيكون. البكر. سالم. من الولد. لازم الأب. دائما البكر. وأنا البكر برضو أنا والكل بكر. البكر. ربنا يحفظك إن شاء الله. تشتغل يا عم سعيد؟ بشتغل في البحر. ايش تشتغل؟ بشتغل بحار كل يوم مثلا مع شباك. صياد؟ مع شباك سليك يقولون لي يهودي شباك سليك. ايش شباك السليك ذا؟ شباك شباك تمده على اسطول على بوي. ها ترمي الشبك. ها شباك. ايوه يوميا تبكر الصباح تشتغل هذا العمل؟ يوميا الفجر بعد صلاة الصبح كنا خير. ايوه احكي لي احكي لي يا عم سعيد، هنا حياتك في المكلا من اول ما تصحى الصباح لغاية ما تنام. اول كنت في المينا. ايوه تقريبا 45 سنة هنا. ما شاء الله. لا. ما شاء الله. اشتغلت بحر كبير وبحر صغير. يعني حياتك كلها في البحر؟ كله بحر. غواص، صياد. حتى طحان اشتغلت في السواحل. اوه. نطحن لهم الأكل أنا. في البحر برضه. مش عايب الأكل. صحيح. صحيح العمل عمل مهما عمل كان عمل. بأي وسيلة كانت. نعم. طيب إيش علاقتك بالبحر؟ علاقتي بالبحر أول هواية حلوة كذي. أنا كان يوم نروح البحر نمرض. أو أسبوع كامل نمرض. لما ما تروح البحر؟ لما نروح البحر. ليش تمرض؟ نمرض بس من الكسل والهموم تقعد في تحت السكة حق النادي. فلان قال فلان هذا أنا ميالي. أيوة صحيح صحيح. الفرغة والكلام البطال. الكلام الفارغ هذا. صحيح. الواحد يدور له قرش. فعلا. فعلا. طيب أكيد مرت بحياتك يا عم سعيد مواقف. حياتي كلها. حياتك إيش؟ حياتي أوه. كلها قال بالفقير. ليش حياتك كلها تعب البلاد لازم تروح تكيد فيها يا بنتي. صدقي واحد 12 تحت او 10 كيف لك. صحيح. لازم بيروح بيك دلو. صحيح. بيقعد تحت النادي من بيعطي. صحيح. يعني تعبت في حياتك. تعب لما نقول لش خليها على الله. طب اعطيني موقف اتعبك كثير. اكثر شيء تعبك او يوم من الايام حسيت نفسك تعبان وخلاص زعلت ويأست وحسيت انه الدنيا تغلقت عليك، ايش حصل معك؟ والوقت كله تعب هذا. لا بس انا اشتي موقف واحد. حصلت الرز مع حصلت الغاز، حصلت الغاز مع حصلت الكهرباء، حصلت البترول مع وهذا من حياتي التعب والشيء. احتياجات الحياة. تعب. تجي الدار تقول لك الغاز ماشي. ايوه. بتجي الدار الغاز ما حصلش الغاز. صحيح. كيف قلت لك؟
يجي الغاز يختفي البترول، يجي البترول يضيع الكهرباء، يجي البترول يضيع المي. حياة المواطن اليمني ملاحقة. يكفينا نتعب الكهرباء، كنا صابرين على الكهرباء ونقول كل سنة إن شاء الله بتحسن الكهرباء. الله يكرمك. طيب إذا أكيد حصلت في حياتك مواقف سعيدة. كل تعب الحياة كل شيء. ولا عندك أي موقف سعيد؟ إلا موقف سعيد. إيش؟ أيام علي ناصر حلوة. إيش حصل؟ علي ناصر على البلاد زهرة. حل قيمة التلفزيون هذا ابو دلاب حتى في السعودية سعره ما هو مهيب هنا أرخص. شلين تلاقي مناسك روسية بثلاثة ألف اليوم كده بمئة وسبعين ألف. أيام ما كان للريال قيمة. علي ناصر في 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 رئاسة علي في مسؤولية. طيب علي ناصر. أنا أكلمك على حياتك الشخصية، عليك أنت مش هذا الوقت اللي ارتحني فينا عن نفسي. لا اعطيني موقف مثلا، متى كنت فرحان أكثر يوم؟ فرحان لما تزوجت ما تفرح ولا لما خلفت أبداً. يا عم سعيد وضع لي من اسمك سعيد سعيد يعني مالكش من اسمك نصيب. واضح واصل الناس كلهم في وضع اليمن ماشي في الراحة. طيب ايش اكثر حاجة اسعدتك يوم ما تزوجت ولا يوم ما خلفت؟ ليلة الدخول اسعد لي يوم الزواج. طيب ما فكرتش تتزوج؟ عادك ايام زمان عليها. اقول لك يلا نقدر على زمان واحد. يلا نقدر على واحد. طيب تستمع لحياتك المجموعة من الفنانين صح؟ انا نسمع عبد الوهاب اكثر فنان. يا عيني يا عيني مزاج الرايق العالي يا عيني. اذا كان ليه ايش يغني ايش يقول؟ سمعني كذا مقطع. ها كل اذا كان ليه لما شفت عليك ترررم ترم كمل تعال هنا تعال. يا بنتي بتذكرينا وقت كنت عبر عليك. يا عم سعيد الحياه ما نعيشها الا مره واحده. كمل كل ذا كان ليه لما سألت عني ترررم حنى قلبي ليك وانشغلت عليك. كل ذا كان ليه يا عيني لمن تغنيها؟ غنيت زوجتك في يوم من الأيام؟ زوجتي أنا غنيت عبد الوهاب ما يداري تقول والله. من فوق السيد البارع الاستفاكر كان سارة في معطى كلاكسك مثلاً مصطفى عبد الفتاح الاستفاكر ايش دوبك بتسمعك ولا لا ولا ما داري ايش تقول. ما فهمتها. طب غني لها اغاني يمنيه تفهمها. لا بغت شرح حق شرع. طب من اغاني ابو بكر ما تسمع لاغاني ابو بكر؟ لمين ايش من اغنيه تحبها؟ والله ابو بكر تقريبا اغنيه قديمه اعيش لك. سمعني كذا مقطع منها. ما عادش الصوت معي ما الغناء ما يجوز. عايش لك انت لك بس وحدك. ربنا يحفظك يا عم سعيد. البعد والحرمان. ربنا يحفظك. لو قلت لك اكثر حاجه تتمناها تتحقق في حياتك ايش؟ والله انا ابغى بزور قبر ابو ابراهيم ان شاء الله. مين ابو ابراهيم؟ محمد عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. ها النبي العظيم عليه الصلاه والسلام. ربنا ان شاء الله يا رب يحقق لك هذه الامنيه. يا رب وتلاقيني هناك نشرب من حوض النبي عليه الصلاه والسلام باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. ربنا يسعدك يا عم سعيد. احنا كنا سعداء جدا في تواصلك معنا وحضورك الى هذا المكان. ان شاء الله ربنا يحفظك. ونشكركم يعني على اللقاء هذا. اعطينا كذا دعوتين نستفتح فيهم هذا اليوم. ربنا يحفظكم جارة من كل شر جميعا. هذه لفتة بسيطة من برنامج طائر السعيدة من فقرة هدرع الماشي. نشوفكم إن شاء الله. خلينا نشوفك دائما وانت تكون تغني ومفتوح ومبسوط ومفتهن ومرتاح. إذن كان معنا اليوم العم سعيد هنا من خور المكلة في هذه المدينة الجميلة والرائعة في فقرة هدرع الماشي. إن شاء الله تكونوا قد استمتعتم معنا. برضو عندنا العديد من الفقرات المختلفة في طائر السعيدة. كونوا معنا. من ساحل نوقد في أرخبيل سقطرى نلتقيكم في فقرة زود رصيدك، الفقرة اللي تعودتم عليها بأنها مكونة من مرحلتين اثنتين، المرحلة الأولى مرحلة الإيمو عليها 10,000 والمرحلة الثانية مرحلة المسابقة عليها 20,000. احنا طبعا حبينا نستثمر أجواء البحر والصيد والأشياء الجميلة الرائعة في هذا الأرخبيل، فحيكون إيماء اليوم أني أختار اثنين. طبعا الإيماء دائما بيكون على شخص واحد لكن اليوم حنختار اثنين يقوموا بإعطائي نوعين أو أنواع معينة من الأسماك. أطلب مثلا 10 أنواع 20 نوع وكل واحد يعطيني 10 أنواع و20 نوع من الأسماك، معناه هو الفائز قبل الآخر. المرحلة الثانية حخليهم يصادوا لي مجموعة من الكائنات البحرية، إحنا بنسميها سرطان البحر لكن باللكنة السقطرية إيش بيسموها؟ هذا اللي حنتعرف عليه في زود رصيدك في حلقة اليوم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اسمك الكريم؟
صالح سهل الخميس. صالح واسمك؟ مسلم محمد. مسلم من وين؟ من سقطرة؟ من سقطرة. يا حية خلال دقيقة واحدة اعطوني أسماء أنواع الأسماك بس بسرعة، اسم باسم اسم باسم اسم باسم من غير ما حد يغششكم من هنا، اسم أنواع الأسماك، لا ما حد يغششهم. يلا واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة دهب. تمت. تمت. ديرك. ديرك. لخم. لخم. بيض. دلفين. سريع. همور. همور. سريع سريع. جحش. سمرير. كربيب. تونة. سريع. حبايب. حبايب؟ اسمه حبايب؟ ده غودة غودة. في واحد حبايب وفي واحد غودة. ها؟ بسرعة 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 معنا دقيقة. سمك سمك التونة. ضاحت عليك لأنه ذكرها. السلام عليكم. السلام. اسمك الكريم؟ احمد مبارك. احمد. احمد محمد. واحمد، احمد واحمد من سقطرة. ايوه. الاحمدين الاثنين 20 نوع من انواع السمك بشرط انه ما حد يكرر النوع الثاني، واحد اثنين ثلاثة. ملبد. ايه؟ ملبد. ملبد، في نوع من السمك اسمه ملبد. ايوه. تونة. تونة. ديرك. جحش. عمر. صمرير. ثلاثة صحة. ثلاثة، أربعة. زلحفة. خمسة. سمك سمك سلحفة راحت. صمرير برضو. صمرير برضو. ليش برضو ما تكرر؟ سمامة. سمامة. ها. يعطيكم العافية. سلام. السلام ورحمة الله. اسمك؟ محمد. محمد. جمعان علي. جمعان من وين؟ من سقطرة. ليش انتو حلوين؟ لأننا خلقنا الله. لأن كده. ايه؟ خلقنا الله وكده. يا عيني يا عيني يا عيني، وانت ليش حلو؟ خلقنا الله. يا عيني. طيب اعطوني اسماء السمك، اريدكم تعطوني اسماء السمك، سمكة 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 سمكة، بحيث انه ما حد يكرر السمك الثاني، اتفقنا؟ ايه. واحد اثنين ثلاثة. زينة. تيمة. تامد. حياة. هامور. صحة. ملبي. كتب. حياة برصامة. اسماء غريبة عجيبة عمري ما عرفتها. معصر. كتب. لا تكرر لا تكرر. كتب كتب. ما قلتها شو ما قلتها. يلا. طاني. ديرك. سريع سريع سريع. عصفور. عصفور. ما عرف. تعال كمل انت. تعال تعال كمان. لخم. لخم. طب اسمعني، دام انه صاحبك هرب نشيل الموضوع ونرجع لموضوع اغنية. اشي اغنية سقطرية عن البحر، صيادين البحر، لو عندك اغنية. صيادين البحر. ها. ارحم الله صيادي بقمك عيشه برنم عن طار العصر عفتك ضحك اي شوكه. قوت قوت قوت. مش عارفه ايش يقول، ايش معناها هذه؟ انت ارحم الله صيادي. ها؟ عيشتك في البحر. عيشتك في البحر متعبه. طيب غنيها باللحن. ارحم الله صيادي. عيشتك. ارحم الله صيادي بقمي عيشه برنم. بقمي عيشه برنم. بقمي عيش برنم عملت العصر عفتك ضحك اي شوكه. قوت قوت ما ادري ايش عندك. ديرك. تمد. جحش. صمرين. همور. 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 بسرعة كمل. بياض. ديرك. ما تكررها. تعال كمل. بياض. سريع. صمرين. ايش هذا؟ انت جاي تبتسم لاخوك. سناك. تعال تعال. سناك سناك. سناك. تعال هرب. سناك. سناك. خلي هذه يضربني. تعال نعيد من جديد. بعد يا سعيد. طيب تعال هنا نعيد من جديد. نعيد من جديد ونشوف بدل بعد ما راح اخوه حنشوف من الشخص الثاني اللي دخل معاه في السباق. تعال هنا لو سمحت. اسمك الكريم؟ اسمي يحيى محمد علي. يحيى. يحيى. يحيى صياد ولا ايش؟ والله شبه انه صياد. شبه صياد. انت صياد؟ صياد بس مش من النوع القديم، النوع الجديد. النوع الجديد. موديل جديد. موديل جديد عام 2020. طيب نبتدى مع بعض مع يحيى وسليمان. واحد اثنين ثلاثة. بسم الله. بيض. ديرك. سناك. تمد. صمرير. شروخ. فجأة حق البحر. سناك. خيار. وصحن. نحن نقوله بس كده. بيض. لا تكرروا لا تكرروا. لا ما كررنا. ما تكرروا. انت قلت بياض. هو قال بياض الان. خلاص. هامور. جحش. هذيك. هذيك. العنبر. تمد.
قالها ابو زكي نحن نقول له بسكدريه ما ادري ايش تقول انت ايش سمه هو قال سمد لا خليت ماد نوع ثاني نحن نقول له زكي بس ما ادري زكي اوكي لخام لخام سرعه 7 ب8 سمك القرش قرش المدهر مدهر خيار خيار اسمه سريع سمك التونة تونة روميان 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 الشروف سرطان البحر او ايش تقولون ها الكربيب الان 11 ب10 نحن نقول له اي يشبع الجحش لانه نحن نسميه معصم معصم ها كليف نحن نقول له جنبوحة دنبوحة دنبوحة جميل تعال قدم هنا تعال هنا دنبوحة اقرب شوية عشان المايك يلا صمومة عمو نوع ثاني 12 ب12 باقي ثلاث باقي ثلاث كود كود 13 كود 13 بعد الكود العنبة قلت أول لا الحذيك 13 يلا باقي ثنتين بعد كود باقي ثنتين باقي ثنتين اللي بيربحهم بيكسب 10,000 الحبيب الملابد خلاص سبقك سبقك تعال تعال اذا زي ما احنا شايفين معانا الاخوين سليمان ويحيى حينتقلوا للمرحله الثانيه انهم يجمعوا لنا 10 او 15 يلا نخليها 10 نخليها 10 عشان ما تقرصكمش ايش سموها انتم باللكنه السقطريه احنا نقول لها حنجيو حنجيو حنجمع حنجيو 10 حنجيو طبعا في معانا هنا اطار سياره وهنا في معانا زي الشواله تقريبا ومعاه كله معاهم الاثنين دقيقه ونص بالكثير علشان تجمعوها جاهزين ان شاء الله جاهزين كيف المهمه سهله ولا صعبه ما تشتغل صعبه شويه لكن مو مشكله انتبهوا انها تموت وانتبهوا انها تقرصكم الموت ما تموت مشكله بالقصبه تقول حاول تلاقي لك اي طريقه تاخذها فيها ان شاء الله بدنا. ان شاء الله اذا حنجيه ودقيقه او دقيقه ونصف لمسابقتنا في زود رصيدك ومع بعض يلا نعد اللي هنا موجودين يلا نعد 1 2 3 انطلق بسم الله طبعا هم الان بداوا بيتحركوا في جمع الحنجيه طبعا تفضلوا انهم يجمعوها من هنا من الرمال لانها اصلا موجوده في الحفر فبيروحوا يحفروا عليها ويشوفوها من بيوتها او من منازلها حطينا كاميرا الجبرو على سليمان يحيى الكاميرا الثانيه بتتابعه هنشوف مين اللي حيبدا ويجمع يا شباب جهزوا الاطاره جهزوا التاير جهزوا الشواله وين التاير وين تاير السياره جيبوه ايش غيرهم بداله مع شواله ثانيه حلو الموضوع شكله مش سهل لانه بيبحث في الاعماق علشان يدور عليها لكن ان شاء الله يلاقوه ان شاء الله يبدو انه هنا الحفر عميق جدا زي ما احنا شايفين يحيى بيحاول يحفر من الاعماق عشان يطلعها فعشر حبات ودقيقه ولا دقيقه ونص والله انها صعبه بدا ضميري ان يبني ايش ليش ملكتهم؟ الان هي في هذا الموسم ما تنوجد لها موسم تتكاثر تشوف عليها حتى الان على السحل بس انا تمشي. شفتهم اول على الصخور وهناك خلي هذيك حق البحر هي انواع انواع هي لا لا هي انواع هذيك اللي تجلس هناك نوع ابيض احنا قابلين باي نوع احنا قابلين باي نوع لا بس النوع هذا ما يكون الا على البحر النوع هذا طيب اوكي بنعدل المسار بنعدل بيكون نوع على اليابسه بنعدل المسار احنا قابلين باي نوع وخلاص ما راح نطلب منكم لا 10 ولا 15 واحده بس واحده لو سمحتوا واحده اول واحد بيطلع اول واحده معناه فايز We'll be right back.
تين جحيد وبعد تعب استطاع سليمان، صح؟ سليمان انه يصطادها. تعال خليك قريب مني يا سليمان. انت مش هي، انت ارجع كذا، ارجعها باليد الثانية. ايوه تعال هنا يا سليمان. ايش حصل معك؟ وين لقيتها؟ والله لقيناها من بعد تعب. ليش انتم قلتم سهل انكم تصطادوه؟ طريقة صعبة شوية. صعبة، كنا بنحصلها، لكن هذا الموسم مش موسمها الان. يعني هي لسه هي تتخبى الان. وايش اسمها؟ ايش اسمها؟ نحن نقول لها، انتم تقول لها سرطان البحر. انتم تقول لها سرطان البحر، نحن نقول لها بس قدري حقنا حنجيو. حنجيو. الان هي ما تقرص اذا كنت مغلق عليها، صح؟ ما تقرص. حلو، طبعا حترجعها مكانها. مين اللي كان فايز معنا بالمرحلة الأولى؟ يحيى. يحيى فزت معنا في المرحلة الأولى بكم؟ ب10,000 ريال. وعشرين ألف ريال أنت فزت فيها لأنك مسكت الحنجية. طبعا هذه يمكن أطول وأتعب مسابقة حتى المصورين تعبوا فيها، حتى الشباب الموجودين فيها. لكن هنا في هذا المنطقة إيش اسمها؟ هذه اسمها موري نوقهر. نوقهر موري أرخبيل سقطرى. نعم. إذن 10,000 ريال للأخ يحيى، 20,000 ريال للأخ سليمان هنا في هذا المكان بعد هذه المسابقة المتعبة. 30,000 ريال. ألف مبروك. يعطيك العافية. أهلا بكم في باسورد وفي خصوصية الهاتف النقال التي تربحكم أيضا 20,000 ريال، ولكن لن تحصلوا عليها إلا بعد اجتياز مرحلتين. المرحلة الأولى أن أطلب من أحدكم إعطائي رقما مفضلا من الصفر وحتى الرقم 9، فإذا تم مطابقة آخر مكالمة موجودة بآخر رقم فيها مع هذا الرقم المفضل فهذا يعني أنك اجتزت المرحلة الأولى. لننتقل للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية الفائدة منها أن الكثيرين منا لا يستطيع حفظ أرقام الوالد أو الوالدة أو الأخ أو الأخت أو الزوج أو الزوجة، وبالتالي نحن نطلب الثلاثة الأرقام الأخيرة من رقم أحد أفراد العائلة، ثم نقوم بعد ذلك بمطابقته بالرقم الموجود في الهاتف. فإذا كانت المطابقة صحيحة فهذا يعني وبكل بساطة أنك فائز معنا. دعونا نتابع من هو فائز حلقة اليوم. حالك؟ الحمد لله. عرفني باسمك؟ عمر حسن. اخي عمر من وين؟ حديدة. من الحديدة. وايش تسوي هنا في ابيان؟ صيد. اصطاد. طيب معك تلفون؟ استلم الصيد. مشتري. معك تلفون؟ ايه. طيب نشوف يمكن اصحاب الحديدة يحالفهم الحظ. اعطيني تلفونك. تلفون مختار. لا مش تلفون مختار، شو تلفونك انت؟ تبعي بس يلا. طيب اختار لي رقم من 0 ل 9. وكيف الهدرة؟ غلق. من 0 ل 9. من 0 ل 9؟ اه. كيف؟ اختار رقم. أي رقم؟ 8. 8. ليش؟ خلاص عجبك؟ عجبنا. افتح لي المكالمة الموجودة في تلفونك الأخيرة. امسكي لك، ما عليك شكل التلفون. امسكي لك. حلو، أحسن حاجة. ما حقول لي مسكي فتشي. فتش. يا سلام يا سلام. إذا طلع آخر مكالمة موجودة معك نهاية 8 تكسب 20,000. يلا برا. 7. سبعة. خلاص. ما كتبش الله. ما كتبش. طيب نزيد نشوف لو هي واردة. 1. فائتة 7. صادرة 7. حاولنا نقلب كل شيء مكانه 7 7 7. يعطيك العافية، شكرا لك. إذا ما زلنا معكم هنا في جامعة تعز، محافظة تعز، بنحاول نربح الناس قدر ما نقدر، لكن اللي الحظ محالف معه وحيكون معه بشكل جميل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. تعرفين باسمك؟ ميلا العبسي. مين؟ ميلا العبسي. ميلا. نعم. أنت داري إنه كانوا بيسموني ميلا قبل ما أرجع مايا؟ لكن صديقتك الفيس. وكمان هي صديقتك. أيوة. لا لازم تربحي يا ميلا. إن شاء الله. طيب يا ميلا معك تليفون صح؟ نعم. اختاري لي رقم مفضل من 0 إلى 10. رقم لا مش من التليفون. نعم. من نفسك رقم تحبي من 0 إلى 10. 5. افتحي لي آخر مكالمة موجودة معك في التليفون. إذا طلعت آخر مكالمة موجودة معها في التليفون 5 بتكون اجتازت المرحلة الأولى وحصلت على 10,000، لكن ما بتحصلش على 10,000 إلا في حال اجتيازها للمرحلة الثانية إن شاء الله. طلعت 2. نعم. ليش يا ميلا؟ ليش قد كانت 5 يا ميلا؟ يا ميلا قلت بتقولي 5 يا ميلا. طلعت 2. يعطيك العافية، شكرا لك. طيب نشوف المحاولة مع حد ثاني. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. تعرفين باسمكم؟ الدكتور خالد شعفل. حياك الله دكتور خالد، من وين؟ أنا من عدن. حياك الله. مصطفى الشعبي. حياك الله، من وين؟ من عدن طور الباحة. يعني ايش سووا هنا في سقطرى؟ أجينا كانت معنا مهمة عمل. جميل، ربنا يوفقكم إن شاء الله. احنا برضو معنا مهمة عمل، ومهمة عملنا تقتصر في إن احنا نفتش جوالاتكم. طيب ممكن عادي ما في مشكلة.
الحسن حظ ماش معي اليوم جوال. ليش لحسن حظ؟ نسيته في البيت. ليش لحسن الحظ؟ ما لا تفتشوا اكيد. ايوه نفتش نشوف اذا في حاجه كذا ولا كذا، نسوي لك جماله مع المدام في البيت نتجمل معاها. لا الجمالات يعني متحفظين عليها. جمدائم. طيب انت ما عندك اي مشكله؟ ما فيش مشكله خالص. وعندك اي حد يفتش تليفونك؟ مش اي حد، لا مش اي حد. ها مني احنا اي حد، اذا احنا قاعدين نفتش تليفونك قلت عادي. لا بس انتم كبرنامج يعني مش، لكن الاخرين حلو. هات نفتشوا. ايش بتفتش؟ كل حاجه واي حاجه. طيب عادي ماشي. طيب هاته مالك خايف؟ لا ايش الاستوديو نشيل واتساب اول شيء. انتوا عارفين فين تروحوا يعني؟ احنا محددين طريقنا. كله رسائل، انا طبعا امسح كل حاجه. ايوه ما خليش حاجه. خطير. امسح اول باول. خطير خطير خطير. والبيت فتشوه قبل ما تمسح ولا بعد؟ البيت يفتشوه دائما قبل ما تمسح ولا بعد؟ قبل بعد. حتى قبل ممكن. ما قد ما صدقش حاجه قبل. احيانا يعني احيانا يمسكوها. اكثر حاجه يعني كيف تتصرف بعدين؟ والله هي في اطار يعني مغالطة. الطبيعي الطبيعي تغالطة. في الاطار الطبيعي يعني. طيب اختار لي رقم من 0 ل 9. 7. 7. افتح لي اخر مكالمه موجوده معك. اخر مكالمه من امس طبعا. الدكتور خالد. كم نهايه رقمه؟ نهاية رقمه 6-2. لو كان 7 كنت ربحت 20,000. اوه بس بدايته 7. لا هذا كل الدنيا 7. يعطيكم العافية. شكرا جزيلا. موفقين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. عرفني باسمك؟ أحمد. أحمد من وين؟ أحمد من تعز. من تعز، إيش سوي هنا يا أحمد؟ أطلب الله. تطلب الله إيش عمل؟ أطلب الله على أولادي. الله على أولادك، الله يوفقك إن شاء الله، تبيع قبل. آه. ربنا يفتح عليك إن شاء الله. آمين. أحمد معك تليفون؟ آه. أعطيني رقم يا أحمد من 0 إلى 9، اختار لي رقم من 0 إلى 9. 1. ليش اللي اخترت الرقم 1؟ أحب الرقم 1. تحبه؟ آه. يا رب يكون خير إن شاء الله، افتح لي تليفونك يا أحمد. شوف اخر مكالمه في تليفون احمد. اوكي جميل فعلا. اخر رقم في تليفونك كم؟ 1. حلو برافو عليك، عديت المرحله الاولى. حافظ رقم امك؟ رقم امي؟ لا والله. ليش مش حافظ له؟ رقم ابوك حافظ له. الثلاثه الارقام الاخيره من رقم ابوك، اخر ثلاثه ارقام من رقم ابوك. ثلاثه و بس خليك مركز لا ترتعش. آخر الأرقام 7-6-1. 7-6-1. متأكد؟ افتح لي التليفون نشوف. 7-6-1 يمكن 1-1 في كل الأحوال حظه. جبره يا رب يكون الرقم 1 رقم حظ. الله أعلم. ايش في التليفون الثاني؟ آه. يلا هو في التليفون الثاني استثناء، مش مشكلة عادي دام انه يطلب الله. هذا صحيح. 7-6-1 هو مش محفوظ في نفس الجوال زي ما هو شرطنا، لكن استثناء انه يطلب الله. فربنا يفتح عليك يا احمد، حصلت على 20,000 من طائرة سعيدة في باسورد هنا في محافظة عدن. اهلا بكم في سؤال المشاهدين المخصص لكم انتم في المنازل، والذي تستطيعون الاشتراك فيه عن طريق الاشتراك على قناة السعيدة في اليوتيوب ووضع الاسم الرباعي، الاجابة الصحيحة ورقم الهاتف والمحافظة التي ترسلون منها. وسؤال حلقة اليوم يقول: من هو مؤلف ديوان كائنات الشوق الاخر؟ السؤال مرة اخرى: من هو مؤلف ديوان كائنات الشوق الاخر؟ حظا موفقا للجميع. حينما يعانق الغروب بشمس أصيله أمواج بحر شواطئ قلنسية، هذا يعني أننا سنترك أثرنا هنا كي نترك للطبيعة مساحتها الرائعة في إيداع الجمال الرباني، ولكي نتغزل بها ونسبح الخالق الذي أودع الجمال في الإنسان وفي كل مكان على وجه هذه البسيطة. وبإذن الله على أمل أن نلقاكم دائما وأبدا في برنامج طائر السعيدة، لكم منا أطيب الأمنيات، إلى اللقاء.
أهلا بكم في طاير السعيدة، في الفايدة والمتعة الفريدة، خفة ومعلومة مع جواز، حضرة معانا كل يوم جديدة. طاير السعيدة، طاير السعيدة. أهلا بكم بالسالب البوادي والبحر والشطان في بلادي، وفي الجبل كنا مع المشاهد والريف والأسواق والنوادي. أهلا بكم في طاير السعيدة، هلا بكم في طاير السعيدة.